اهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانيه من صباح الشروق. وقال الشاعر معروف الرصافي: ان رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك اليه من الفنون طريقا، واجعل حياتك غضه بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. تلك الفنون المجتهات هي التي غصن الحياه بها يكون وريقا، وهي التي تجلو النفوس فتمتلي منها العيون تلألؤا وبريقا. خلونا نقف عند الموسيقى وسحرها الأخاذ وجمال الموسيقى. آلات كثيرة صنعت واكتشفت وابتكرت لتصنع لحن مختلف، لتصنع صوت مميز جميل باختلاف أدواتها. اليوم هنتكلم عن واحدة من الآلات الموسيقية المميزة، آلة الربابة، لكن مع هذه الآلة أيضا صوت شبابي جميل جدا من أحد الأصوات الشبابية في السودان. وكلنا نعلم أن المواهب عديدة ومختلفة. هذا الصوت أتى من حلفة ليطربنا ويسمعنا بعض الأغنيات الجميلة المميزة. داخل الاستوديو اليوم معنا الفنان عمر ودريرة، عازف ربابة ومغني أيضا. أهلا مرحبا بك عمر، ازيك؟ أهلا مرحبا بك. والله كيفك؟ صباح الخير عليك. والله مين وكل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك. طيب والله. كيف عامل؟ كويس؟ والله مين. عمر، دارين نتعرف الحي على سر الاسم عمر ودريرة. ريرة دي شنو، منطقة ولا؟ ريرة دي هي منطقة والغرية بتاعتنا وكده. وين؟ اشرح لنا مكانها وين؟ في حلفة. في حلفة. وين في حلفة بالضبط؟ يعني تبعد لجوا يعني ولا بالضبط في حلفة وين؟ في حلفة اللي جوا ودريرة. هاي يعني غادي من حلفة، لكن هي حلفة بلدنا. ايوه. ودي الغرية غادي منها. نعم. كبيرة الغرية ولا؟ الغرية كبيرة ما شاء الله. نعم جميل. طيب عمر، أنت عازف ربابة ومغني في نفس الوقت. نعم. بتعزف وبتغني ولا بتغني لحالك وبتعزف لحالك؟ بعزف وبغني مع بعض. نعم. طيب رأيك شنو، احنا طوال تسمعنا حاجة كده صباحية؟ أنا أسمعكم مدام خلاص خطبوك. طيب نسمع مدام خلاص خطبوك. مدام خلاص خطبوك، انا ذنبي مني بين ودوك، انا ذنبي مدام خلاص خطبوك، انا ذنبي مني بين ودوك، انا ذنبي سكنها بعيد، انا ذنبي عذبني شديد، بس اهل ليلي وحيد، انا ذنبي بموت بيها الصيد، انا ذنبي مدام خلاص خطبوك، انا ذنبي الأخضر البسام، أنا ذنبي ضارب قلب سهام، أنا ذنبي شوق، انا ذنبي والفؤاد محروق، انا ذنبي مدام خلاص خطبوك، انا ذنبي من وين ودوك، انا ذنبي
عدوها بعيد انا ذنبي عذبوني شديد بس اهل ليلي وحيد انا ذنبي مفقود شبيها الصيد انا ذنبي مدام خلاص خطبوك انا ذنبي شكرا جميلا عمر والدريرة على هذا اللحن وهذه الأغنية، لكن الأغنية وجمال كلماتها بخليني أسألك إنه من اللي بيكتب لك، يعني من اللي قاعد يكتبه، من اللي بيلحن؟ عندي كلمات ما سهلة يعني، كلمات جميلة وحلوة جدا يعني. الأستاذ أحمد الشاعر. أحمد الشاعر هو دائما بيكتب لك، وأنا تعاملت مع عدد من الناس يعني، عدد من الشعراء. والله تعاملت مع كل الشعراء يعني، ما واحد. جميل، كلهم من أهل المنطقة نفسها؟ لا كلهم ما من هالمنطقة. ما من هالمنطقة؟ من حلفة لكن. من حلفة ومن كذا ومن كذا. نعم كويس تمام. منو لحن الأغنية؟ لحن ده أنا. أنت ملحن؟ يعني أنت عازف ربابة فنان وملحن. دي مواهب عديدة. نسمع لحن تاني طيب. نسمع تاني. برجاك طول العمر شان اليقين حامل الصبر برجاك طول العمر شان اليقين حامل الصبر برجاك طول العمر شان اليقين حامل الصبر اطر بفوح شايل شذا حامل انواع على اطر بفوح شايل شباب حامل انواع على طول برجاك طول العمر شايل اليقين حامل الصبر عند بريدك كتير الماضي جاي لي يا مر برجاك طول العمر شال اليقين حامل الصبر عيني عيني جافه المنام والله سهل عيني جافه المنام يا غالي والله سهل برجاك طول العمر Thank you.
شايل شجار حامل انواع برجاك طول العمر شرب يقين حامل الصبر عناد مريدك كثير الماضي جاي لي عمر عناد بريدك كثير أما تجاي لي يا مرة برجاك طول العمر صديقين حامل الصبر شايل شذاك حامل انواع على طول برجاك طول العمر سر اليقين حامل الصبر شكرا جميلا عمر، يعني برضه أغنية جميلة جدا وأداء متميز. عمر أنت بدأت متين؟ يعني بدأت تغني وتعزف على آلة الربابة؟ أنا بدأت قبل 4 سنة. قبل 4 سنة؟ نعم. طيب آلة الربابة دي بتتعلمها في مكان ولا موهبة بس؟ والله موهبة بس. يعني شفتها وين عجبتك وحسيت إنك أنت بتقدر تعزف على الآلة دي؟ أنا بسمع طبعا الفنانين وكده. وكنت معجب جدا بالموضوع. كنت معجب بها طبعا. جميل. طيب هي بيتم تصنيعها من ابسط الاشياء صح؟ تعملها لحالك ولا؟ لا لا بيعملوها مصنعين. لكن من ابسط الاشياء يعني بتتعامل له. نعم نعم. جميل جميل. لو كاتب بتحس انك انت مثلا يعني حابب تعزف فيها ومتين يعني تعزف الصباح المساء وقبل 4 سنة كيف يعني كان بدايه العزف؟ بتقلد الاغنيات بتكون حافظ اغنيه بتاعت فنان مثلا معين وتجي انت تغنيها؟ نعم نعم. وكيف تحس بانه اللحن زبط معك؟ بتجيب منو يسمعك؟ يعني من الناس من اللي بيقدر يسمعك ويحدد لك انه اللي انت عزفته كويس وانت غنيت كويس؟ من ساعدك يعني؟ والله ساعدوني نعم الناس كلها يعني بنطلع رحل وكده. جميل. بيقدروا يشيلوا معاك كمان الدب كده يشيلوا معاك تشيلها معاك وتمشي تعزف هم بيقيموا يعني. نعم نعم. الان انت مكانتك يعني معروفه في حلفه. نعم. في ودريرة. نعم. فنان كبير. نعم. اشتغل حفلات صح؟ اشتغل. جميل. احنا بدنا لك التوفيق والله دائما انك تقدر يعني تطور من الحاجه دي وتطور من ابداعك ومن اغنياتك والتلحين ذاته جميل يعني الاغنيه اللي فاتت برضه الحان تاعي انت. نعم نعم. جميل. نسمع حاجه ثانيه. طيب. سمينا الحان تاعنا. يلا يلا يا ملاك وتفضل اذنك معاك
ولا غم ما ظل فينا. يلا يلا يا ملا قد فضل إذنك معا. يلا يلا انسي ورينا ولا غم ما ظل فينا. جميلا عمر. عمر انت يمكن انا كنت بتكلم معاك قلت انك بتقرا، بتقرا وين؟ انا كنت بقرا في حلفة. بتقرا في حلفة في كم هسه؟ في الجامعة يعني ولا في المدرسة لسه؟ والله خليتها الان. ليه؟ والله خليتها بدري. بيد مع الغنى. نعم. ركزت مع الفن. جميل. احنا بنتمنى لك انه ربنا يوفقك في مجالك اللي انت اخترته، في الاخير دي موهبتك ودي الحاجة الحاسة انك بتلقى نفسك فيها. نتمنى نسمع عنك انك فنان كبير بآلة الربابة، عازف متميز وملحن متميز برضو موهوب وفنان صاحب صوت جميل. احنا شاكرين لك كثير جدا انك اليوم كنت معنا، طربتنا باغنيات حلوه. ممكن نسمعكم واحده؟ طبعا لازم نسمع معك اغنيه اخيره نختم بها. نعم. يلا سمعنا. أزل.
قلبي لا توك تنوح اسمعني وانساها الجروح مدام بتنبض شكره والعذاب لا بتروح قبل عتوك تنوح اسمعني وانساها الجروح مدام بتنبض فكره والعذاب لا بتروح الليل يا قلبي انساه الجفاك اسمعني وارجع بقفاك لا تبكي لا تحزن عشانه وزول ناكل لهواك يا قلبي انساه الجفاك اسمعني وارجع بقفاك لا تبكي لا تحزن عشان وزول ناكل لهواك مدام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بتروح الليل يا قلبي لا امتين العناد صدقني ما بطل يا مراد انت عاشق له مخلص هو عاشق ذا سواك عاشق ذا سواك الا انساه يا قلبي الشقي جاي من الله بتجي انساه يا قلبي يا من الله بتجي سنتين تقابر يا جريح صوتي حدد الهلاك يا قلبي لا توك تنوح اسمعني وانساها الجروح مدام بتنبض فيك الروح والعذاب لا انت عاشق له هو
وعاشق غسيوان عاشق ذا سواك يا قلبي لا تكتروا صاري من ساهجروا ما دام بتنبضوا فكروا والعذاب لا بتدروا شكرا جميلا عمر ودريرة عازف على آلة الربابة وأيضا ملحن وفنان. نعم. استمتعنا جدا معك، شكرا لك. تسلم كثير، وتحية خاصة للأستاذ عبد المنعم صالح اللي هو جمل الحلقة بتاعتنا كمان، عازف الأورجان. نعم. تحية له. شكرا عمر، نتمنى لك التوفيق. يديك العافية. مشاهدينا مثل المتواصل.